هل له صلة بحديث أسماء بنت يزيد قوله صلى الله عليه وسلم إن حسن تبع المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، أي ما فضلت به الرجال النساء؟ فلا أعرف هذا الحديث، ولكن لا شك أن أيضا من عمل المرأة تبعلها لزوجها، بل هذا هو الأصل، أحسن الله عليك. هذا هو الأصل في الزوجية، أن تظهر المرأة أمام زوجها بالمظهر اللائق الذي يحببها إليه ويسبب العلاقة الزوجية بينهما حتى تحصل المقاصد من الزواج وتحصل الذرية وحفظ الفروج وغض البصر. نعم.